في دور اجتماعي وتنموي كبير بيقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي. خلال فترة عيد الأضحى التحالف عمل مبادرات استفاد منها حوالي 4.5 مليون أسرة مصرية في كل المحافظات المصرية. المبادرات دي متنوعة، في منها توزيع لحوم أضاحي، توزيع سلع غذائية، وفي كمان تقديم مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية، كمان تقديم خدمات طبية. خلونا نشوف أكتر في التقرير اللي جاي. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلن إنه في حوالي 4.5 مليون أسرة استفادت من البرامج والقوافل اللي تم إطلاقها خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى منتصف يوليو 2022 بإجمالي تكلفة حوالي 773 مليون جنيه. وقام التحالف بإطلاق حزمة واسعة من التدخلات على كافة المحاور، سواء كانت غذائية أو نقدية أو طبية أو اجتماعية، خلال عيد الأضحى المبارك. المؤسسات أعضاء التحالف قدموا تدخلات في المحور الغذائي لصالح 4.2 مليون أسرة مستفيدة، بتتمثل في وجبات ساخنة ولحوم صدقات وصناديق غذائية، بجانب توزيع لحوم أكثر من 17 ألف أضحية على الأسر الأولى بالرعاية. وفيما يخص المحور النقدي والتدخلات النقدية، فشملت تقديم مساعدات مالية بقيمة إجمالية بلغت 137 مليون جنيه لصالح 150 ألف أسرة مستفيدة. أيضاً قدمت المؤسسات أعضاء التحالف خدمات طبية لصالح 75 ألف أسرة مستفيدة بتكلفة إجمالية قدرت ب 39 مليون جنيه. وتمثلت التدخلات الاجتماعية في إعادة إعمار منازل ووصلات مياه وزواج يتيمات وتجهيز عرائس، بالإضافة لدورات تدريبية وورش عمل توعوية وتمكين اقتصادي، وكذلك مشروعات صغيرة ودعم للنشاط الزراعي. وإيماناً بدور أعضاء التحالف في تخفيف الأعباء عن المواطنين المستحقين، وخاصة في الظروف الاستثنائية اللي بتمر بيها كافة دول العالم نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية، قامت بعض المؤسسات الأعضاء بزيادة مخصصاتها لتعزيز القدرات الإجمالية لتغطية عدد أكبر من المستحقين في كل أنحاء الجمهورية.